في المدرسه يعني نقعد اخر بالاخر الصف بالاخر الصف إيه يعني المعلمات يقولوا لي اقعد في الاخر شايمة تشوف يعني ما فيش إيه. دائما مظلومه دائما في الاخر فشاركت في هذا البرنامج كان عمري 11 سنه وكنت من المعجبين جدا بالفنانه نجوى كرم اللي نحبها برشا إيه. و تحيه لها اكيد كبيره وكذلك كنت نسمع السيدة أم كلثوم فيروز يعني من صغري نسمع الطرب برشا وكانت تعجبني نجوى كرم وغنيت لها وقتها نتذكر على مهلك يا هوى الغنية فيك تقوليها هيك نسمعها ترجع اي اكيد مرة التقيتي فيها لنجوى شخصية تعرفت عليها متعرف عليها أي شخصية؟ غنينا مع بعضنا في برنامج ستار أكاديمي في تعرفت عليها حكيتي معها في أحضن منا بالعالم؟ لا في ألذ منا بالعالم؟ ما فماش لك مش يقبني ربك نجوى نجوى بنحبك كتير 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 صح؟ هكيكا؟ طيب مش بس بنحبها معلش أخبركم شغلة شمس الغنية ضيفتي آخر حلقة لا جمعة الجاية محليها الصدفة شفتي؟ والله